دل والبو بربرسن أركتت يعني مر أم بو قوليسن دونا مرك أنا ين قوشي نكواد إني كمتا يعني شيء هذا فرنت أي حمبارسن تا قوش كواد دواي مفانت عندل كين كجاري دونا إن شاء الله وان قوليسن دونا سومالي أيرلان ويسون قد دونا إن شاء الله خوف والبو تاس إلى آمن سنة قرب كيغو أهان دونا مر والبو هل أبوركو وامد كمدا فرسموين كأقو في عن أي وحكة بدلي أدونكا تاس او اسوره جلسي دنيا هور مرتي كفائديسي هندسها معمل كاه اي اي سو ساران دكودا سي شي مانغال لوغو بدلو وخ سو سار كفرسمي قانادودا صوماليا كما جيران وحاسي او لغما فائديستو ددكا فرسمي قانادا اما قبتا حرفتها غعانتا بل ستا بدل كيدا وخا لوغو يرا اريا ماندل تاس او كو كيني كارتا قوفكا ان او كنيت جابو وخ سو سار كيسا ان تن دياردي صومالي ايرلين ما شاء الله هب عشرة هي فرصة ميسة ما حكى سمي سمر إن وحن كسمي يي إن ديني ميو لو هن أوجدت يو كلر كذا سدوا كله عاد كان كركان وعاد عاد وهم فانت هذا بدان وحواء فيلو وعيا بدير أفير استيار عاد هي مودا وفيلو إن كذا كراست إلا بس كرسي عمل يذا يا قاضي صح والله هي قاضي صح إلا يو لو بقول كنتم كرسي واي ما شاء الله هذا أودد عشان ما شاء الله كنا وعلن كي سمال الله سمال الله فلك واي كنا هو مشان إتك ما كان ملهان ولا ود جوجا علن كي سمالي نواك علن كي سمالي واكنا ونقولي هاي وحاول بوسمينا علن كي سمالي ما كمرنا أنت وقولنا إيش وقولنا إكرتالي سمال دي كلي واجر عليه واتي كنا وكي خاتمه أنا كي خاتم وكنة نقول به إدرس ذا أصوص منا مفانتي كان هو إسماعيل هاشم وحرفة ديهن فكرة أسوبكو كردية فرسة مديسة تاس أو سبب النقطيس أو سارستا متكا مدى أستعمها اللغو قرتو دل يدد كيسا أخر مرسن الديار دانا أقدم بيس ديار دانا أقدم بيس مركورن وحاكو بلاوي انتان دومن كسمين انكور جيدا أو هاد ترابوت كانو كار أو موبيلا دل سارت aan ku bilaabo ma fahantay kuwaasaan soo sameeyay markaan ku guuleystay oo dadka si fiican ay ugu dhiirigeliyeen nashqada doonta u bedelay waa si bedelay hore aan u sii waday hadda diyaardana mar weeya insha Allah idina mar dhow waxa rajaynaa inaan ku guuleysto iyo duulays la arki doono insha Allah Soomaaliya Ireland ayaa fikradaada iyo hal abuurkaaga ku sameysay Soomaaliyeena diyaaradan xaalay lahayn jirtay محيطة فرينتا أي حبارسنتا إنها مش قدرش أرنيو فرينتا أي حبارسنتا وحيطة دل والبو بربرسن أركتت يعني مر أم بو قوليسن دونا مر كأنا ين قوشي نكواد إنه كمتا يان شيغا حد فرينتا أي حبارسنتا قوش كواد دواي مفانت عندل كين كغاري دونا إن شاء الله تاني واديارة دا سومالي أرلين أو سيساني أغسرك عسر لولكا سي دوليمات أو سميسو waa safar sanac ajeeb ah oo uu hirgeliyay engineer Ismaaciil Haashim hortaniyo wax walba horta bilaway leeyahay ma faanti aniga markii hore arday iska ahay waxaan howlahan doomankaan igoo nashadaan ka dubanay yani oo ka daciifsan ah waxa sameey jireen abi adeerkay sameey jiray sidaas aan ku arkay indhaha ka fiiri jiray laakin san la u reej jiray markii doorkii oo kale iskuulka aan ka imaado ana qaadi jiray oo reej jiray ma faanti مركز سيدي أنكو برتاي أركت لي أنكو برتاي بس مركز أن برتاي أنو من نشخدا وهو بدلي وهو قوة أنا سوكر ليه قوة أنا سوكر ليه وحان على ماذا نقطن وأني شخصي دي دها إسماعيل هاشم وأهل أبو رداء يرأى أو هندسيه سأقول لحمرية داتكا سي أي أو أركان كونتا غارة أو كل يهي مريك تيك توكا إسلام مركانا مقالكا صدوبة هدبا أغبكا عصوب أو هندسو أما بأو نشخدا يو waxana ay dadka ku xiran ku dhiirigeliyaan in uu halka ka hayo marka aniga si aan dadkaas oo hiwooyin kale aan ugu dhiirigeliyo waxaan u sameystay aaladan TikTok la leeyahay si eegin ay ugu dhiiradaan wiil walba hal abuurkiisana oo u soo bandhigto si ay Soomaalida ay ugu garab qabtaan mafanti marka bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ay ugu qanceen howlaha aan hayo ma sha Allah dhamaan waa soo dhaweena inta dhamaan waa rajaynaa inay mar dhow iga soo gaaraan Ismaaciil ayaa ii sheegay in mid kamid ah agabyadii uu gacantiisa ku nashqadeeyay uu ku dhex arkay xafiiska dalka looga arrimiyo ee madaxtooyada qaranka gaar ahaan dhabarka dambe madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sawir laga soo qaaday oo la soo dhigay barta Facebook-ka
وحنا او ايشاقي انتاسي اي كسي دي رجاليساي ان او حالكا كسي وادو فرسمدي ساي وحصوصار كيسا هادكور اردون هادكور آن سميي نكي اركي اركي وحي تالي جرتي حفيزك مدحويني هوري ادالك محمد عبدالله فرماجو حفيزكي سي اولي جرتي ورد انت بدن دون تاس او ميشاس اي تكتي اي او دي رجاليساي اسماعيل وحي تاني او نقطي فرصة شقو او فرس مغالها مقدشو او كل حوريتيو هاد با اغبك عصوب اي او نشقديو واسميا لاميان دبك الى الامبر افر اول كاس ماركنو او ريجيا دد بدنو وحال اركا او يعني كا ايبسنايان اندي ساحكي هل ابوكا معمل تا اه بقعنتي سبو فرسمي اسماعيل هاشم وحاكمي تا ياردان تانك عمتو حوائية السومالي اي لين سيسودو كاري ترايبوت كان او غرب كيغا ميديك يالي لو مقالا غلاي ان دكا مقالا اسكدوبا اي كشتان وابد كميدا حلو انكا بقلتو غلاضي ان اسماعيل هاشم اسلاما كان ادوني هسا سيدا لابد اه بوي ان حال ابور لكن لو كان لدي هاي حبسو ساركا حسنو كان كميدا لو كان وصيدا ان نشقدي سن افر سمية اسماعيل هاشم او كميدا فرشحني سياشا صوماليات ugu dambeyn Ismaaciil Haashim ayaa ka codsaday dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan dhalinyarada isaga la midka ah ee leh hal abuurka si ay uga qayb qaataan horumarka dalka iyo tartanka ka jira dunida Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan dhihi lahay in shirkadaha banaanka aan u raadineyno anaga inagu dhex jirta dadkeena ku dhex jirtaan dhihi lahay in dhalinyarteen in dib loo soo fiiriyo hal abuurkooda dal walba horumar gaaray wuxuu ka faa'iideystay dhalinyartii hal abuurku ee buu ku beeray marka anigaan dhalinteena in hal abuurkooda laga faa'iideysto si oo dalkana dhalgal u noqdo Soomaaliya waxay leedahay kumanaan dhalinyaro oo leh xirfado kala duwan oo waxtar u leh dalka iyo dadka laakiin ma helaan fursado ku dhiirigeliya in wax soo saarkooda ay u beddelaan mid maangal ah oo dunida ku cusub mustaqbalkani waxa rajaynaa insha Allah haduu Ilaahay idmo hawlahayga inaan ku guuleysto mafande hawlaha ahaayaan rajaynaa inaan ku guuleysto haduu Ilaahay meel kale oo ka fiican oo ii sahlane waa idin okay wax la diidi karin waa ma fahantay waa macmal waxa rajaynaysa in wax maangal ah ha inaan ku guuleysto maalin un aan arko Soomaali aan laga hadalhaayo ama shay aan sameeyo laga hadalhaayo insha Allah rajadeedu ugu weyn midaas Abdul Qadir Maxamed CBA Muqdisho.